وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا. هو ذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبع يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعانه. ماذا تطلبان؟ أين تقيم؟ أين تقيم؟ ربي ربي، الذي تفسيره يا معلم. تعاليا وانظرا. فرافقاه ورأيا محل إقامته وأقاما معه ذلك اليوم، وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر. وقال اندراوس لأخيه سمعان: لقد وجدنا المسيح. الذي تفسيره المسيح. فجاء به إلى يسوع. فنظر إليه يسوع. أنت سمعان بن يونا، ولكني سأدعوك صفا. الذي تفسيره صخرا. وفي الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل، فوجد فيليبوس وقال له: اتبعني. وكان فيليبوس من بيت صيدا من مدينة اندراوس وبطرس. فيليبوس وجد نثنائيل. اسمع، وجدنا الذي كتب عنه موسى في الشريعة والأنبياء في كتبهم، وهو يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. وهل يخرج من الناصرة شيء صالح؟ تعال وانظر. ورأى يسوع نثنائيل قادما نحوه فقال عنه: هذا إسرائيلي أصيل. لا شك فيه. من أين تعرفني؟ رأيتك وأنت تحت التينة قبل أن دعاك فيليبوس. يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان.